سلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. بونجور تول موند، جيسبر كو فوز علي بيان. نوليو اليوم بوغ اون نوفيل فيديو. جبت لكم اليوم لا غوسيت دو لا بايلا، سي ان بلا اسبانيول، مي هنا في تلمسان نعملوه بزاف ونحبوه كاملين. هاد لا غوسيت يعملها معانا اليوم ان اموغو دو لا كويزين اي دو لا ناتور، شاكيب، كو جو سالو اي جو رميرسي بوكو pour le partage. عملنا البايلا رويال بلي فروي مار و لي بواسون. نبداو على بركة الله في مقلة كبيرة خاصة بلا بايلا فوق النار. هنا عملنا سوغ فو دو بغاز، نحطو فيها الزيت المقلة ونقليو فيها البصل بعد ما يكون الزيت سخن، ونزيدو الثوم وتفاوه فلفل الكحل مع التحريك المستمر هكذا باش لي زيبيس ما ينحرقوش. نقليو مليح مليح داك البصل والثوم. نزيدو الفلفل الاحمر ولا بابريكا الا كان عندكم الفلفل الحار ولا الهريسه ثاني تقدروا تزيدوها. الا بقى تخصكم شويه الزيت بيان سور تقدروا تزيدوه. هنا راه عندنا مقله كبيره كنا ونيتي نومبرو. نقليو مليح ونزيدو لا طوماط فخاش غابي، طماطم مسكرفجة مع التخليط المستمر. نزيدو لي ليغوم، هنا عندنا لا كاروت ريها اون غوندال ولا تقدو تقصوها اون بتي دي. نزيدو الفلافل، فلفل الاحمر الخضر، تقدرو تزيدو حتى الفلفل الاصفر. الليغوم نزيدوهم بالتدريج على حسب الطياب تاعهم. كما راكم تشوفو هنا كنا سور لو بور دو لا مير. لي كولور سون تري بيل سون مانيفيك. زدنا الرند والملح بيان سور، ما تكثروش الملح الا عملتو بزاف الحوت. هنا زدنا الكالامار بيان سور مغسول ومنقي. نزيدو في الاول خاطر يحمل الطياب. ce plat est autant beau que beau que bon autant beau que bon. نزيدو الجلبان ونخليوه يميوطي. نزيدو تاني لا طوماط كونسونطري ونعملو عليها الماء باش نحلوها في لاصوص هذيك اللي طلقتها لي ليغوم و لي بواسون. سا لاغ تري تري بون. نزيدو السكنجبير والكركم وزعفران. زعفران نزيدوه بوغ لا كولور، نعرفو لا بايلا تجي صفرا. فوالا نمرقو حشوية ومن بعد نعاودو نزيدو باش على حسب الروز اللي نكونو حبيناه. في الاول نعملو شوية الماء ونعاودو ابخي نزيدو مع لوغي ونخليوها تميجوطي بيان سور. مع مره مره نمشيو نحركوها. فوالا نزيدو الملح والملح ما تكثروش خاطر عندنا الحوت. نزيدو عصير الليمون لو جو دو سيترون باش بوغ كسا دون هاديك لاسيدولي لاسيديتي تاع ل و سا غولاف لو كو دي بواسون. نزيدو لا كاركاس تاع بودغوا،
هنا كان عندنا بودغوات ادو تعملوا حتى لي ميرلون كامل لي بواسون بلون يجيو غايه في لا بايلا. نحيو الشوك تاع بودغوا ونقصوه اون روندال اون مورسو كما راكم تشوفوا كما راه موضح في الفيديو. اون لو كوب اون مورسو على حسب الذوق. في لا بايلا كامل لي بواسون يادو يجيو فيها لي بواسون بلون. نزيدو الروز هنا في هاد المقلاة عملنا 1 كيلو تاع الروز. هاد المقلاة الكبيرة درسنا كيلو تاع الروز. نقلبو غير بشوية باش ما يلصقش معانا الروز ولي ليغوم. نخلطوهم باش البنات تدخل في بعضها. تقدروا تزيدوا حتى لا بودغ تاع الثوم صدونا مبونغو. نزيدوا هنا مزيودات تاع الحر الالياط اللي يحبوا الحر ونخليوه يميجوطي ومره مره نمشيو نحركو. هاد لا بايلا جات تري تري بون. تزيدو السكنجبير الا كان يخصو لي زيبيس السكنجبير والزعفران والكركم. نمرقو حشويه على حسب الروز اللي عندنا. نزيدو الملح الا كان خاص على حسب الروز اللي يكون هنا. زدنا لي كروفات ما فيهمش الروح في ساعي طيبو كي يبدا يدخل طياب للروز. نزيدو لي كروفات منقيين ولي كروفات رويال نزيدوهم من الفوق للتزيين. نعملو دي روندال تاع سيترون تاع الليم من الفوق يجي المنظر تاع لا بايلا تاعنا شباب. هنا زدنا الكروفات رويال باش ننقيو فيهم باش نحطوهم فوق لابايلا تاعنا كتزيين. حنا كنا على خط البحر. حطينا لي مول و لي كروفات بلابو تاعهم الأشرة من الفوق باش يجيو شابين. فوالا لي مول كنا نغسلوهم حتى هما على شط البحر وزدناهم فوق لابايلا. يا سلام يا سلام يا سلام جميل جميل. واو بايلا غوايا. هادو لي مول مانيفيك. لا فؤاد مشي هكذا مشي هكذا شو راك تتهرع. ممول تنشف شوية تنشف بوحدها كيف تفعل عليها تنشف كيف نحيها تنشف هي خاشر نشرب بالماء. هذه هي لا بايلا ديالنا غوايال بعد ما طابت وتجمرت وجات بنينه بنينه. ان شاء الله تعجبكم
وتجربوها في بيوتكم. إذا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على اللايك وعلى التعليقات الإيجابية. ما بقى لي غير نقول لكم على بخوشان وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.